وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات ومحافظ المحافظة الجنوبية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وأعضاء سفارة دولة الإمارات. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الملكية الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، تبادل خلالها جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. غادر موكب سموه إلى مقر إقامته في قصر الصخير، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ويرافق صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قمة المنامة، وفد رسمي رفيع المستوى.